قبل ما نبدأ حديثنا، يمكن حابين في البداية نتابع نتيجة الاستطلاع الذي عرضه إيلون ماسك حتى الآن، بأنه والسؤال كان هل يجب التنحي عن منصبه كمدير لتويتر؟ احنا شايفين هنا نتيجة الاستطلاع، 57.5% أجابوا بنعم، 42.5% أجابوا بلا، يعني الأغلبية أو الرأي الأكثر هو نعم. طيب بعد كل هذه الضجة وبعد ما حارب وقاتل إيلون ماسك مع تويتر ودخلوا في قضايا للاستحواذ على التطبيق ثم غير رأيه وفي النهاية أخذ التطبيق، يعني شغله الشاغل حاليا تويتر، ويمكن هو يلبي فيه نوع من أنواع الـ 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 الوجود الدائم، وأنه الناس تكون دائما تتكلم عنه. بعد هذا كله بيقول لي تويتر شكرا خلاص أنا ماشي، الناس قالوا يجب أن نتنحى؟ تتوقع؟ هلا بها شخص دافع 44 مليار دولار و100 مشكل لحتى اشترى هالمؤسسة، وعمل كل هالحركة مثل ما حكيتي انت، حتى لو الناس قالت له نحن ما بيهمك انك تكون انت كمدير تنفيذي، رح يضل يلعب دور كتير كبير حتى لو هو منه بالوجه، منه هو المسؤول الاساسي عنك. اذا بناخذ احنا قياسنا العادي، اذا انا يعني سيارتي عم بعطيها لحدا من العائله ياخذ يستعملها يوم او يومين، حيضل قلبي على السياره وعتلان همها وكل شيء، وهي بنحكي سياره. كيف مؤسسه 44 مليار دولار و2000 موظف، رح يضل يلعب دور كثير كبير يعني ايلون، حتى لو هو منه عم بيكون كمدير التنفيذي الاول موجود فيها. بس انت تتوقع انه اصلا شخصيه زي شخصيه ايلون ماسك سيفضل أن يكون أو سيرفض أن يكون في الصدارة، لأنه الناس قالت لا، يعني هي تربي له هذا الإحساس دائما إحنا نعرف أنه هو يحب يثير الجدل، يحب الناس تتكلم عنه، محور الكوم من الآخر يعني. فإذا لم يكن هو في الصدارة من سيكون؟ هل تتوقع أنه فعلا بيسويها؟ يعني ما هلا هو يعني عم تقولي انت بمكانه يعني محور الكون، لانه هو بكل هالحركه اللي عم بيعملها استخدام تويتر من اعلى المستويات اللي كان يعني فيها، لانه بدنا نسمع شو عم بيصير وشو قال ومين قال له ايه ومين قال له لا، يعني فهيدي كل الاخبار اللي عم بتصير، يعني هو لحاله عم بيقدر يشيلها وحتى يعملها. هو قال بالاول انه هو ناوي بعد وقت معين، هلا بكير طلعت معه، بس هي بعد وقت معين انه بده يخلي فيه اداره ثانيه انه تستلم يومياته مثل ما عنده بمؤسساته الثانيه مثل تسلا وسبيس اكس وغيرها، بس شوي بكر يعني طلعت الخبريه شوي بكير، والنتيجه ما بتصور كانت مثل ما هو متوقع وحابب يعني كان، يعني فهلا هي شوي اجت على بكير، بس الا ما يضل يلاقي لها حل معين. مثلا في حكي كان هلا من كم ساعه كان انه لا بيرجعوا اعاده استطلاع الراي، انه يمكن كان في يمكن يعمل اعاده استطلاع الراي، وبيكون انه بس الحسابات يلي يعني هن المشتركين الجداد اللي عم يدفعوا 8 دولار بالشهر هلا، انه فالعدد بيكون محدود اكثر وللناس من ضمن المنصه، فيمكن في حكي اعاده الموضوع. بس حتى لو بظن اللي حيعمله هو بيكون في شخص تاني بيحطه هو بالوجه من هون لنقول 6 اشهر، من هون للسنه، بيقول انا اللي حتنحى هالموضوع، بس هو بيكون مخيط ومركب كل شيء مثل ما هو بده، ومنه أول مدير ومصاحب مؤسسة اللي هو عم بدير كل شيء بس في أشخاص بالوجه. يعني أنت مثل ما ذكرت يمكن هو استعجل شوية هذه المرة بهذا السؤال وهذا التفكير في هذا مثل هذا القرار. هو لسه الآن يعني في أوج عزه ومجده بإدارة تويتر، ولسه الحديث الآن يعني شغله الشاغل في هذه الفترة، ف مبسوط فيه البيبي الجديد أو الهدية الجديدة اللي مبسوط فيها حتى الآن. بالرغم من ذلك يعني حجب إيلون ماسك حسابات صحفيين كانوا يغطوا تحركات طائرته، وبعد انتقادات من الناس رجع الحسابات. يعني هو حاسس بهذا الباور، بهذه القوة، أنا الآن يعني ملكت زمام الأمور. يمكن مثل ما ذكرت حتى لو جاب بعدين مدير ثاني بس برضو بيكون هو في الخلف. طيب بعد ما حجب هذه الحسابات وأعاد بعد كذا الحسابات للصحفيين، ممكن تذكرني عن أي حرية رأي كان يتحدث سابقاً؟ هو دائما في حكي بحرية الرأي، انه حرية الرأي بتناسبني
ويعني طالما هي عم بتناسبني حريه الراي انا بكون مرتاح فيها، لو ما بتناسبني بيصير عندي قرارات تانية بخصوصها. هذا الحكي موجود بقلب تويتر وبخارج تويتر كمان، وبال 24 ساعه يلي مرقوا هو طلع بقرارات معينه، لا انه لا بتعرف شو الناس ما كثير مرتاحه عليه، وقعد كمان عنده الجراه والوضوح انه يغير رايه فيها، وقال هو لقدام بتعرفوا شو اذا شيء موضوع كثير كبير وشائك رح اعمل استطلاع راي وانتم قرروا وانا حامشي فيها. فهذا كمان بيميزه اكثر عن غير مؤسسات وغير المدراء التنفيذيين يلي يعني بطريقه سريعه غيروا رايهم ورجعوا بطريقه واضحه وقالوا نحن حنفتح للكل انه يعطوا رايهم فيها. غير مؤسسات وغير مدراء تنفيذيين ما بيعملوا بهيدي الطريقة، بس هي كمان بعدها بأول علاقة بينه وبين تويتر وطريقة إدارتها وكل شيء، يعني فبدها تاخد وقت لحتى يشوف يعني شو أنظف وأحسن طريقة لها، لأنه غير مدراء تنفيذيين بتبلش مؤسستهم صغيرة وبيتعلموا بالأغلاط على صغير، فبيصير لما كبرت المؤسسة عندهم هيدي الخبرة الكاملة. هو اشتراها وورتها يعني كبيرة وكلها وشغالة مكنة شغالة وكل شيء، فكل غلطة وكل تعليمي حتكون مكل فيه بتوجع كل الناس بتشوفها، والإعلام كله 10 10 وليه ناطرينه لحتى يعمل هفوة يعني. طبعا طبعا الناس يعني ما عندها الآن تسلية إلا إيلون ماسك وتويتر وماذا يفعل فيه، يعني هو بيسلينه وإحنا بنسليه الحمد لله. طيب حل إيلون ماسك مجلس الثقة في تويتر الأسبوع الماضي، ماذا يعني ذلك يا أيمن؟ هو إيلون عم بينفض المؤسسة كلها تقنيا وتنفيذيا، كيف طريقة الشغل عم بتكون وكيف الناس عم يعني كيف طريقة الخدمات الجديدة اللي عم تكون فيها. فلما بيكون في إدارة جديدة بده يغير مثل ما هو بده، والإدارة الموجودة بتكون ما عجبته طريقتهم، أو هو بده يعني بتعرفي كل مدير بده يجي بده ينظم مثل ما هو بده، والأشخاص اللي منه مرتاح لها أو عم او مش عم يمشوا بالسرعه اللي هو بده اياها بده يغير، يعني مثله مثل غير مدراء التنفيذيه، خاصه انه هو يعني هيدي منا اول شركه من مؤسساته وقدر يعمل تغييرات جذريه ليكبر هيدي المؤسسات. فهلا هو عم بغير فيها يعني، بس عم يوظف بسرعه كمان، يعني هو عم يطلق سراح اشخاص، عم يوظف اشخاص بسرعه، منشان هيك في كل هيدي الحركه حواليها مها. يعني انا عم بكون بجلسات عشوائيات مع اصحاب بيقولوا لي شو ايلون عم بيعملوا هيك، شو هالاشخاص لا خصهم لا بتويتر ولا بالتكنولوجيا ولا بشيء، بس قد ما عم بيعمل همروج ومثل ما تفضلتي شغله الشاغل، كل هالناس مهتمين وشو عم بيعمل، شو عمل اليوم، شو عمل امبارح، ومعقول عمل هيك. فهيدي كلها الحركه عم بتفيده وكلنا عم نحكي فيها. يلا بنشوف اكيد خلال هذه اليومين نتيجه الاستطلاع وبنشوف رده فعله، وهو اللي جابها لنفسه، يعني هو اللي حط السؤال، هو اللي قال للناس انا بكون يعني بكون مثل ما انتم بتقولوا او حسب رايكم، يعني بنشوف هو اللي حط القانون وهو سينفذه او لا. شكرا جزيلا لوجودك معنا يا أيمن عيتان اليوم، خبير تقنية المعلومات كان معنا من دبي.